شعار، شعاري هجن الرئاسة وبتضمير واحد من شبابنا المضمرين مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي الذي أعلن بعنوان عنوان المنافسة في هذا المساء، وسجل تحديات هذه الإثارة النهائية التي تنقل الإثارة وتنقل هذا المسار، تنقل هذا التحدي، تنقل هذه الانطلاقات النهائية. الله 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 الله، خط النهاية هنا يحتضن هذه الانطلاقة ويحتضن عنوان الشوط الأول وهي عنوان تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، وتهانينا لمبارك بن أحمد بن مايد الخيالي على هذا الفوز المركزي. الله الله الله، لكن عطني ثالثة، عطني الثالثة، الخطورة من الكايدة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سلطان بن محمد الوهيبي، يتحرك يتحرك، لكن جميلة جميلة الجميلات، حسينة الحسينات، تهدي 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 مشاهدين الأعزاء إلى هجن الرئاسة العملاق، إلى شعار هجن الرئاسة العملاق، ناموس المهجنات الأول، تهانينا والناموس لهذا الشعار ومن يقف وراء هذا الشعار، هذا المضمر أيضا العملاق مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي، تهانينا والناموس. النقطة الثانية على التوالي في مساء هذا اليوم المركز الثاني، ولكن هملول هملول على المركز الثاني، جدير على المركز الثالث، المركز الرابع حشيم، ولكن كفو كل ما له يقترب يقترب من النهاية، ولكن هناك من يقترب من كفو، من يقترب من الصدارة، نقترب من الحزام الأخضر من المنصة الرئيسية، كفو هنا هملول، هنا أيضا حشيم، حشيم وكفو وهملول، الله هملول يتسلل هملول ويغير إلى المركز الأول، وحشيم يصل أيضا، الله الله الله، كفو وحشيم وهملول، هملول هملول هملول، والشوط هملولي. تهانينا أيضا للمرة الثالثة على التوالي لهجن الرئاسة بيننا راشد بن غدير، أيضا الاسم الذي انضم إلينا في هذه اللحظات وانطلق بهذه القوة بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة ثاني سلطان بن محمد الوهيبي، من يقدم الريان. أعود إلى مقدمة الشوط، الأمور مع شديد شديد مشاهدين الكرام في أمتار الشدة في أمتار القوة، شديد مع المركز الأول، الريان مع المركز الثاني، متعود مع المركز الثالث، اللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة، شديد يا شديد شديد في لحظات الشدة، ولكن متعود متعود على الشدة، متعود على القوة، لأنه الشديد تعود على الإنجازات فتعود على الشوط. يا سلام، بين وهملولة، هملولة لا زالت مسيطرة، وبين بين بانت بين وغيرت وانتقلت إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا بين لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، بانت البينة مع مقدمة هذا الشوط، وبانت المنصة وبان خط النهاية. يا سلام يا بين، تهانينا لمالك هذا الشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. سلام، متعبة متعبة تحركت، متعبة تحركت، حمد بن علي العويسي لم يصبر لم يتحمل، حرك متعبة مع أن الواثق هناك مسيطر مع الجهة اليمنى للمضمار وعلى أضيتي مع الشايبة مع الشايبة الشايبة، إذن العاصفة 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 العاصفة، ما شاء الله تبارك الله. وهكذا مشاهدين الكرام أصر الواثق على أن ينتزع هذه النقطة للمرة الثالثة بهذا الشعار ليخطف هذا الموتر حمد بن راشد بن حمد بن غدير، ليهدي الناموس لمالك هذا الشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد سيد مكتوم. يا سلام، تهانينا يا العاصمة يا العاصمة، تهانينا. المركز الثاني ما زال مسيطر، شاهين ما زال متحكم بمسار الشوط، البطران في المركز الثاني، البطران، الله 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 الله، البطران وشاهين، شاهين في المقدمة، البطران يحاول محاولات مستميتة، محاولات من أجل انتزاع الانتصار، ولكن الانتصار يقترب من شعار هجن العاصفة ممثلة في انطلاقة شاهين.
الاثنين. الله 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 الله، النقطة الرابعة إذا هنا تتسجل مع شعار هجن العاصمة ومن خلال الأداء الشاهيني الأصيل الذي يقدمه لنا شاهين. سلام على هذه السلالة الأصيلة، والتهنئة مشاهدينا الكرام نزفها إلى هجن العاصمة وإلى مضمر شاهين الواثق حمد بن راشد بن غدير. بدأ يغادر إلى خط النهاية وإلى خط النهاية وإلى المنصة الرئيسية. غدار غادر بمقدمة هذا الشوط وهو يغرد خارج السرب الوحدة على مقدمة هذا الشوط، وبدأ بالهبوط تدريجيا على مدرج رقم واحد عبر الخطوط القطرية. يا سلام يا سلام يا غدار، تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز غدار بالمركز الأول. تهانينا مصحوبة إلى المضمر الشاب سلطان بن محمد الوهيبي. مشكور يا أبو محمد على هذا التضمير وعلى هذا الأداء الذي قدم لنا هجن سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني المركز الثاني. الذيب العزرة مع المركز الثالث بشعار العاصمة مع المركز الثالث الواثق حمد بن راشد بن غدير. الله يا سلام يا سلام، المركز الأول طفرة ما زالت مع المركز الأول، وإنها من الهجن الطفر حقيقة بالإنجازات الغنية الغنية أيضا مشاهدينا الكرام بصولاتها وجولاتها. طفرة مع المركز الأول، مهمة مع المركز الثاني، الأمور في خطر الأمور في خطر، ولكن حلق في سماء المرموم بوصقر حمد بن شطيط الوهيبي مع مهمة ونجحت في هذه المهمة. تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا الحمد بن شطيط الوهيبي المركز الثاني. ولكن حشيمة من غيرت على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، حشيمة على الصدارة وعلى المقدمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة السيد عبيد بن حمد بن شيلان المري العمدة. العمدة يسيطر أيضا، ولكن الله عالية عادت عادت عالية للمنافسة، عادت عالية إلى أن تعيد حقوقها المنهوبة، عالية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة سلطان بن محمد بن سالم نوهيبي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. تنطلق على صدارة هذا الشوط، تهانينا وناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، تهانينا لسهال لسلطان بن محمد لوهيبي على هذا الفوز. هناك المركز الأول غيرت محنة غيرت محنة، انتقلت إلى المركز الأول بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. روح يا لوهيبي روح يا لوهيبي، وصلنا مسافة الأوامر النهائية بالاندفاع المباشر والسعي لانتقال المركز الأول، ولكن الدخول من الشاهينية القادمة من المناطق الخلفية. وصلت الشاهينية بشعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد. هناك محنة 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 غيرت محنة، انتقلت إلى المركز الأول. إذا تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتهنية لأبو محمد هناك سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يأتي بالكثير والكثير مشاهدينا متابعينا الكرام من الإنجازات والتحديات. يا سلام، بينما المركز الثاني لصاحب هناك أيضا الهجن الرياسة، هجن الرياسة وحمد بن شطيط الوهيبي الوهيبي مع حمد بن شطيط الوهيبي. مشاهدين العزاء اللي هي هجمة هجمة، ولكن العودة لمقدمة الشوط. يا سلام، سهم 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 لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. تعلن الفوز تعلن الفوز. الشكر يا سلطان والتقدير لك على هذه المتابعة. يا سلام، تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني المركز على الصدارة بالشعار معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد. ولكن الهجوم المباغت الهجوم السريع من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم. من يعلن الهجوم؟ وأول ندى أول ندى لشاهين، ما يبنى له طاري ما يبنى له طاري بالفعل إلا في اللحظات الأخيرة في الخمسمائة متر الأخيرة. وأرى أرى حشيم قادم أرى
حشيم قادم بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم السعيد بن سالم إلي نيبي متابعا لهذه الانطلاقة. ومن الجانب الآخر يا سلوب يا سلام سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم حمد بن ضعيف بن غدير، ولكن شاهين مصر إصرار الفوز والتحدي والمحاولات من سلهود وشاهين. اللحظات الأخيرة الحاسمة، شاهين على الصدارة. تهاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم اللي وصل المركز الثاني. غير الأمور مشاهدينا الأعزاء براق لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، غير الأمور لصالحه في هذه اللحظات مع هذا الموقع يا سلام. براق خطف المركز الأول، خطف صدارة الشوط في هذه اللحظات مع المضمر حسين بن محمد بن سالم بن سفران. الله يا بن سفران. المركز الثاني نجد لهجن العاصفة. اللحظات الأخيرة نقول وين الناموس، وين مع براق ولا مع نجد، السلالة المهجنة الأصيلة، لكن نجد يخطف المركز الأول. اللحظة الأخيرة نجد ولكن براق يهدي الناموس. مشاهدينا الأعزاء لهجن العاصفة للمرة الخامسة في هذا المساء، تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لهجن العاصفة. المركز الثاني